الحاج عبد الهادي الاسترابادي هو الوجيه الحاج عبد الهادي من بيت الاسترابادي، وهو من البيوتات الكبيرة في الكاظمية المقدسة، وهم بيت نجابة يقيمون العزاء الحسيني في أيام محرم وصفر، ويطعمون الطعام في هذه الأيام من ثلث آبائهم. وقد أسس هذا البيت السوق الكبير المعروف بسوق الأسترابادي مقابل باب القبلة لصحن الكاظمين سلام الله عليهما. ولد سنة 1221 للهجرة، توفي بالكاظمية المقدسة في شهر رجب سنة 1316 للهجرة، وشيع ودفن في رواق حرم الإمامين الكاظمين سلام الله عليهما. من سيرته، وهو تاجر كبير معروف بالورع والتقوى والكرم، قضى أكثر عمره في خدمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وساهم في كثير من المشاريع الخيرية، وشارك هو وأخوه الأكبر الحاج مهدي في الإشراف على عمارة الصحن الكاظمي الشريف، وبذل في سبيل ذلك من الجهد والتعب ما لا يخطر بباله.